مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منوريني ومشرفيني في قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. يعني لازم ابدا واقول يعني مع الف الف سلامه يا عم حسين يا عفيفي، الله يرحمك ويحسن اليك. كان رمز من رموز التشجيع في النادي الاهلي وعلم الكثير كيف يشجعون النادي الاهلي بقيمته وقامته الكبيره جدا. عم حسين كان حاجه يعني جميله جدا، كل الاجيال تفتكر عم حسين، كل النجوم الكبار نعت عم حسين. للاسف الشديد الفريق كان مسافر النهارده فما قدرش يحضر الجنازه، لكن راح الجنازه النجم الكبير اسطوره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، ايضا الاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه الاسبق، وايضا الاستاذ أيمن بدرة الصحفي الكبير. يعني مرة تانية الله يرحمك يا عم حسين، يعني كلام كتير عايز أقول، لكن كل النجوم يعني بتدعي لك بالرحمة بتدعي لك بالمغفرة. ده طبعا قدام حضراتكم صور للراحل عم حسين اللي كان يعني رمز من رموز التشجيع للنادي الأهلي. ألف رحمة ونور عليك وربنا يتقبلك إن شاء الله القبول الصالح وإن شاء الله في الجنة يا عم حسين ونعمها. طيب نشوف النجوم بتوعنا قالوا ايه على عم حسين في نعيه. النجم رمضان صبحي قال عم حسين مدرسة انا تربيت فيها وتخرجت منها وهتفضل عايشة جوانا. ده كان كلام النجم رمضان صبحي النجم الاهلي ونجم مصر. النجم سعد سمير نجم الاهلي الحالي قال علمت اجيال التشجيع يا رمز جمهور الاهلي، شكرا عم حسين. أو دي كانت اللي كاتبينها جمهور الأهلي العم حسين، وسعد سمير اكتفى بهذه المقولة. النجم وائل جمعة نجم مصر ونجم الأهلي السابق قال البقاء لله في وفاة الرجل المخلص، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أمين. أيضا نجم الأهلي ونجم مصر الكابتن سيد معوض، ربنا يرحمك يا عم حسين ويغفر لك ويجعلك من أهل الجنة. النجم الكبير عماد متعب نعى عم حسين وقال ان شاء الله هنفرحك يوم السبت يا عم حسين. الله يا عماد، الله يعني والله العظيم جسمي اشعر، يا رب يا رب يبقى احلى حاجه بتقدمها لجمهور الاهلي ولهذا الرمز يعني في التشجيع. ايضا نجم مصر النجم الكبير ومعشوق القلوب الاهلاويه النجم الكبير محمد ابو تريكه قال عم حسين رمز من رموز جماهير الاهلي العظيمه، كان وراء الاهلي في كل مكان، رحمه الله عليك واسكنك الله فسيح جنات. دي كانت نجوم الاهلي يعني او بعض من نجوم الاهلي ونجوم مصر، اكيد بعد ما الفريق يرجع ان شاء الله ويفرحنا ان شاء الله في المغرب ويجيب الكاس يا رب باذن الله، ان شاء الله اكيد هيبقى في حاجه هيكرموا بيها هذا الرجل الجميل، هذا الرجل العظيم رمز من رموز تشجيع النادي الاهلي على مدار تاريخه. ايضا قلت لكم ان حضر الجنازه وخد كمان العزاء بايده الكابتن محمود الخطيب، حاجه جميله جدا. اعتقد كمان ان شاء الله ان شاء الله لما الفريق يجي والبعثه تيجي كلها ان شاء الله يعملوا حاجه يكرموا بيها هذا الراحل الكبير. يعني كان نفسي عم حسين تفضل لغايه لما تشوف الكاس، بس يعني ده يعني نصيب وده قدر، وان شاء الله نفرحك باذن الله.